أعلنت الشرطة السعودية إلقاء القبض على رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، وذلك على خلفية اتهامه في قضايا فساد وغسيل أموال. وبالرغم من الضجة التي رافقت الخبر، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي تطال الفضائح الأمير السعودي. لتتعرفوا أكثر على التهم الموجهة إلى الأمير الوليد بن طلال، ابقوا معنا على قناة خفايا العالم. أبرز المحطات السوداء في حياة الوليد بن طلال. أفادت شبكة CNN الأمريكية في العام 2011 بأن عارضة أزياء تدعى ثورية والبالغة من العمر 23 عاماً تعرضت للاغتصاب من قبل الأمير السعودي بينما كانت على متن يخته الفاخر قبالة سواحل جزيرة إبيزا الإسبانية عام 2008. ومثلت ثورية التي تحمل الجنسيتين الإسبانية والألمانية أمام المحكمة في إسبانيا بناء على طلب من المدعي العام الإسباني الذي ذكر أن إفادات أدلت بها في وقت سابق بحاجة إلى بعض التوضيح. وسعى الأمير الوليد بن طلال آنذاك لحل الأزمة، وبالفعل نجح في عدم وصول الأمر إلى الصحافة، إلى أن إحدى الصحف الأمريكية وتدعى بريت بارت حصلت على الصور وقامت بنشرها. وفي نفس العام خسر الوليد بن طلال مبالغ خرافية، حيث تراجعت قيمة أسهم شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل التي يمتلك الأمير السعودي حصة فيها بنسبة 4% بعد فضيحة تسرب صور عارية لعدد من نجمات هوليوود من على موقع آي كلاود التابع لأبل. كان الوليد بن طلال بدأ الاستثمار في أبل عام 1997 عندما كانت قيمة السهم تبلغ 10 دولارات فقط. وفي عام 2012 وصلت حصة شركة المملكة القابضة التي يترأس الوليد بن طلال مجلس إدارتها إلى حوالي 4%، ووفقا لهذه التقديرات فإن قيمة الخسائر التي تعرض لها بعد الهبوط الكبير في أسهم أبل قد تصل إلى 1.3 مليار دولار. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا وأن تضعوا لنا تعليقاتكم حول ما نقدمه لكم. إلى اللقاء.